السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آيات مطلعها قول الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هكذا، وبعد هذه الرحلة الشاقة الطويلة في الدعوة إلى الله ولكنها محببة إلى أهلها والحمد لله، نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو من أذكى الخلق وأعقل الخلق وأفضل الخلق وأحسنهم أسلوبا وخطابا. فرسل الله الكرام هم أكرم الخلق وأفضلهم، لا يعجزهم أسلوب حسن أبدا بإذن الله، بل موفقون ومؤيدون من الله، ولكن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. يوحي الله إليه وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن به إلا القليل. قيل الذين آمنوا به 8 أشخاص، وقيل 80، وقيل 12 شخصا. على أي حال هم قليلون جدا. أوحى الله إليه بعد ذلك أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس، فلا تحزن ولا تجزع، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا يتسرب إليك البؤس أبدا بسبب أفعالهم. وهكذا أهل الإيمان يثبتون على طاعة الله وعلى طاعة رسوله، ولا ييأسوا أبدا من رحمة الله سبحانه. إن الخليل عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيده يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله. إن الله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لن يغلب عسر يسرين. إنه ما من نبي ولا تقي ولا شخص يدعو إلى الله ولا بشر تمر لهم الحياة كما يرومون وكما يريدون. إن رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام قال الله في شأنهم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن الله قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فلا يأس من رحمة الله. فدوما هناك فرج بعد الشدة. ألا ترون أن الكليم موسى عليه السلام وبعد رحلة مجهدة فرارا من الجبابرة يصل إلى بلاد مدين، ويكون من أمره ما كان، ويأوي إلى الظل قائلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيأتيه الفرج. ألا ترون أن موسى عليه السلام والبحر أمامه والعدو من خلفه وأصحابه يقولون: إنا لمدركون، وهو يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. ألم تروا أن أيوب عليه السلام عجز عن علاجه الأطباء المعالجون كلهم، ونفذت ثروته في العلاجات والأطباء، نفذت ثروته وانفض عنه أهله، والمرض ألم به واشتد عليه، وهو يقول:
ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. لا يأس أبدا من رحمة الله عز وجل، لا يأس ولا ضجر أبدا من رحمة الله سبحانه. فالذي يقلب الليل والنهار هو الله، والذي يداول الأيام بين الناس هو الله سبحانه وتعالى. أوحى الله إلى نوح لا تبتئس بما كانوا يفعلون. عندها دعا نوح ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فخشي على النخبة المؤمنة معه من الضلال، فسأل ربه أن ينتقم من الجبابرة حتى لا يضل العباد. فهكذا صنع نوح عليه الصلاة والسلام، خشي على من معه، لأنه أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال عندها: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا ربه: إني مغلوب فانتصر. فكان الفرج وكان النصر. قال تعالى لنوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال الطبري رحمه الله: بعين الله ووحيه كما يأمرك. قال ابن كثير رحمه الله: بمرأة منا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وكرر قال الطبري: بعين الله ووحيه كما يأمرك. قال ابن كثير: بمرأة منا وتعليمنا لك. قاله العلماء: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وسبحان الله، ومن شفقة نوح على قومه أنه قد يدعو لهم بعد ذلك، يقول: يا ربي اصرف عنهم كي يؤمنوا. ربنا نهاه: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قد يحن نوح لولده، قد يحن نوح لزوجته، وقد يسأل لهم العافية، وقد يسأل أن يدفع العذاب عنهم، لكن ربنا قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذا تنبيه، فالعذاب عليهم مقبل، فلا تراجعني فيهم ولا تخاطبني في شأنهم. كما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وبدأ يجادل في قوم لوط، قالت له الملائكة وبعد أن أثنى الله عليه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بدأ نوح عليه السلام يصنع الفلك، وقد اشتد به البلاء، في حر شديد شوي، وقد اشتد به البلاء. بدأ يصنع الفلك، من ثم قال بعض العلماء: كان نوح عليه السلام يعمل نجارا، عمل نوح بالنجارة زمنا حقبة من حياته، كما عمل زكريا عليه السلام، كان زكريا نجارا. ولا عيب أن يعمل الشخص أي عمل، خاصة إذا أمره الله به لزمه العمل. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك وهي السفينة العظيمة، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. بلغت السخرية أشدها، وبدأ الرعاة يتكلمون في شأن نوح عليه السلام. يقول قائلهم: نوح على كبر سنه وقد قارب 1000 سنة، يصنع على اليبس سفينة، ما يصنع ذلك من وجهة نظرهم إلا المجانين. فالسفينة تصنع عند الماء وبجوار الماء، لكن هذا يصنع سفينة بعيدا بعيدا على اليبس، وسفينة هائلة. فاشتدت سخريتهم منه، اشتدت سخريتهم من نوح عليه السلام، وبلغت أشدها
وبلغ اتهامهم له بالجنون مبلغا عظيما، وقالوا هذا من أدل الدليل على جنونه أنه يصنع سفينة على اليبس. قال تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهكذا الجزاء من جنس العمل، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكما هو مقرر في كتاب الله في غير موطن، ما مفادوه أن الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل. قال: إن تسخروا منا فإنه سيأتي يوم نسخر منكم كما تسخرون منا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي لا يفارقه. هكذا قال لهم نوح عليه السلام. ودوما أهل الباطل يسخرون من أهل الإيمان. قال تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فدوما أهل الكفر يسخرون من أهل الإيمان وتنقلب الأحوال يوم القيامة. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يا أهل الإيمان اثبتوا على دينكم ولا تعصفن بكم العواصف، عياذا بالله من أن نرد على أعقابنا ومن أن نفتن. قال نوح عليه السلام: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهينه ويذله ويحل عليه عذاب مقيم، أي غير مفارق له. حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك أهل الظلم وإن جاء نوح ومن معه وفار التنور، ما التنور؟ للعلماء في التنور أقوال. التنور قيل إنه التنور الذي يخبز فيه، فالعرب يخبزون في التنانير. التنور ما يشبه البرميل لكنه من الفخار، برميل توضع في أسفله قطع الخشب وتتأجج حتى تصبح جمرا ودخانها، فبعد أن تصبح جمرا جوانبه تكون سخنة، يضعون الخبز في الجوانب إلى أن يطيب الخبز وإلى أن يسوى. فالتنور إذن هو التنور الذي يختبز فيه والعرب تعرفه. وقيل التنور وجه الأرض، وقيل التنور تنوير الصباح إلى غير ذلك. قال الطبري رحمه الله وهو إمام للمفسرين في بيان اختياره وسبب الاختيار أن التنور هو الذي يختبز فيه يصنع فيه الخبز، قال حتى إذا بلأ فار التنور، يعني وصل الماء إلى أن غطى التنور بكامله. تعلل الطبري اختياره بأن هذا هو المعروف من لغة العرب، وإن كانت الثانية وجوها عند العرب، لكن تفسير كتاب الله بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهجور. أقول تفسير كتاب الله بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهجور.
فقد قيل مثل هذا في تفسير قول الله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال بعض المفسرين، وهذا مضمون كلام الطبري أيضا الذي سيذكر، يقول ما حاصله قال بعض أهل العلم بالتفسير، إن قوله لا يذوقون فيها بردا أي نوما، قال ما حاصله: ونعم قد يطلق البرد على النوم، كما قال الشاعر: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، لأنها نامت على صدره تريد منه أن يقبلها، فصدني عنها وعن قبلاتها البرد أي النوم. قال: وهذا وإن كان قد يطلق أحيانا، لكن تفسير العرب للبرد بأنه البرد المعروف ليس بالنوم، قال تفسير كتاب الله: بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور. قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي ناقة وجمل، ثور وبقرة، كبش ونعجة، جدي وعنز، من كل صنف زوجين ذكر وأنثى، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، أهلك احملهم معك. دل ذلك على أن نوح عليه السلام كان له أهلون غير الولد الكافر وغير الزوجة الكافرة، له أبناء غير هذا الابن وزوجة، وله أهل غير أهله، فزوجته كانت كافرة وابنه كافر. قال تعالى: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك احملهم معك إلا من سبق عليه القول، أي من سبق القول أنه سيموت على الكفر. وفي الآية الأخرى: إلا امرأتك، وكذلك إلا الولد كافر، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، احمل معك المؤمنين فقط، احمل معك المؤمنين فقط، مع الأزواج من كل صنف زوجين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ومن آمن احملهم معك، احمل معك في السفينة أهل الإيمان. إذن نستطيع أن نقول إنه بعد أن أهلك الله الأرض ومن عليها لم يحمل مع نوح إلا مؤمن، تكون الفئة الموجودة هي المؤمنة. ولذلك فإن ربنا قال لنا، يذكرنا: ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا أبناء الناس الطيبين المؤمنين الذين حملوا مع نوح في السفينة كونوا كآبائكم. فلم يحمل مع نوح عليه السلام إلا مؤمن، ولكن بعد أن أنجاهم الله وهم مؤمنون جاءت ذريتهم، فدخل عليها الشيطان الذي لا يبرح يفتن بني آدم. ربنا يخاطبنا بقوله: ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد الصالحين الطيبين المحمولين مع نوح كونوا كأجدادكم من أهل الصلاح، واذكروا أن نوحا كان عبدا شكورا، فكونوا شكورين لله سبحانه. قال تعالى: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. تجسم بعض المفسرين القول في تعيين عدد هذا القليل، فمن قائل إنهم 10، ومن قائل إنهم 8، ومن قائل إنهم 12، ومن قائل إنهم 80، ما بين الله عددهم ولا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهم، والرسول ما هو من المتكلفين، أمور سكت الله عنها فلا معنى للخوض فيها بغير بينة ولا ثبت ولا برهان، فسكتنا عما سكت الله عز وجل عنه. قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن احملهم وما آمن معه إلا قليل. حملهم نوح كما أمر عليه الصلاة والسلام، وجمع من كل زوجين، وأهل الكفر يتعجبون ويزدادون سخرية من نوح عليه السلام، وننظر إلى هذا الرجل ماذا يصنع، ماذا يصنع على السفينة، يصنع سفينة على البر، يأتي بجدي وعنز،
يأتي بناقة وجمل، يأتي بثور وبقرة، يأتي بكبش ونعجة. فالشاهد أن السخرية ازدادت. انظروا إليه يأتي بغزال وغزالة، انظروا إليه ازدادت سخريتهم منه غاية السخرية. ولكن لكل نبأ مستقر، ولكن وكل أمر مستقر، كل شيء له نهاية وله استقرار. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، جريانها بإذن الله ورسوها بإذن الله، لا تجري السفينة إلا بإذن الله ولا ترسو إلا بإذن الله، خلافا لما قد يتوهمه متوهم. فأقول إن الله قال بسم الله مجريها، هو الذي يجريها سبحانه وتعالى، وبسم الله مرساها، ترسو بإذن الله وتجري بإذن الله. وهكذا كل شيء، السحاب يجري بإذن الله، يتوقف بإذن الله، الشمس تجري بإذن الله وتتوقف بإذن الله، القمر يجري بإذن الله ويتوقف بإذن الله، الدعوة إلى الله تجري بإذن الله وتتوقف بإذن الله. هو الذي يفعل ما يريد. لقد قال الله لرسوله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، عليه الصلاة والسلام. فليقولن قائل: إن الرسول حوصر. نعم، حوصر في شيب أبي طالب 3 سنوات ومنع من الدعوة إلى الله، لا يستطيع أن يخرج. ويدعو، يدعو قدر جهده، لكن حوصر في شعب أبي طالب، هو أهل بيته، هو بنو المطلب، فكانوا شيئا واحدا، هو المؤمنون، حوصروا جميعا في شعب أبي طالب لمدة 3 سنين، ولم يضر هذا الحصار دين الله بحال من الأحوال. فهذا الدين دين قيم، وكلما حورب اشتد، وكلما حورب اشتد، وكلما ترك امتد. ويعرف هذا أهل الكفر وأهل الباطل، هذا الدين كلما حورب اشتد وكلما ترك امتد. فالحمد لله، هو دين الله سبحانه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسر الرسول سنوات في شاب أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لا يباع له ولا يشترى منه ولا يناكح ولا يزوج له ولا من معه من أهل الإيمان، حتى أصيبت خديجة بمرض من شدة الجوع في هذا الحصار الشديد. قال بعض العلماء إن من أسباب موت خديجة الجوع الذي أصابها في هذا الشعب، شعب أبي طالب. قد كان أحدهم يأكل ورق الشجر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاه، كما تضع الشاه، ليس له خلط. ولكن ما ضاع دين الله أبدا، ما ضاع دين الله أبدا، والحمد لله وصل إلينا نقيا صافيا من الشوائب، وصل إلينا كتاب الله، لم يغير ولم يبدل ولم يحرف. صدق الله إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة جهابذة ينفون عنها وضع الوضاعين، وينفون عنها تحريف الغلاة المغالين. وصل إلينا الكتاب ووصلت إلينا السنة صافيتان ولله الحمد، فجزى الله كل من وصلهما إلينا خير الجزاء. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وبعد: وقد ركبوا في السفينة فإذا بالأمطار من كل صوب وحدب، كما وصفها ربنا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وليست السماء فقط، إنما افترض أن الأرض في الأحوال العادية تبلع الماء الذي نزل من السماء، لكن الأرض هي أيضا تقذف ماء من داخلها للخارج. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فماء منهمر من السماء وعيون متفجرة من الأرض،
فلا أرض تشرب الماء وتبتلع بل تتفجر عيونا. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على ماذا؟ على أمر قد قدر، أمر قدره الله سبحانه. فالأمور لا تجري خبط عشواء، ولا ينزل ماء من السماء إلا بإذن الله، ولا يتوقف إلا بإذن الله. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي أمواج عالية مرتفعة جدا كالجبال، كما قال تعالى في شأن موسى عليه السلام لما ضرب البحر بعصاه، قال: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. ويتجري بهم في موج كالجبال في ارتفاعاته. ونادى نوح ابنه، كان في معزل، قيل كان في معزل، مكان منعزل فيه عن المياه، مكان مرتفع شيئا ما ينعزل فيه عن المياه، وقيل كان في معزل عن الإيمان بالله، وقيل كان في معزل عن نوح وسائر إخوته، وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن ماذا قال الشقي؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. في هذا الدلالة الواضحة على أن أحدا ما لن يستطيع هداية أحد. نوح لم يستطع هداية ولده ولا هداية زوجته، بل زوجته ضربت مثلا للكافرات، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح،
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إن الخليل لم يستطع هداية والده ولم يزل يقول له يا أبتي يا أبتي، وأبوه يتوعده ويقول لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه هداية التوفيق، بل ويطلب منه شيئا واحدا وعمه يأبى يا عمي قل لا إله إلا الله، فيقول هو على ملة إبراهيم، عفوا، فيقول هو على ملة عبد المطلب، قل يا عمي قل لا إله إلا الله، فيقول هو على ملة عبد المطلب، ويأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهكذا، ويقرر هذا الأمر في عدة مواطن من كتاب الله، والذي مفاده كما قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. تكرم في سورة الأحقاف يقول ربي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قلان له يقول لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكم من والد يقول لولده اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يصر الولد على العصيان. كم من أم تقول لابنتها استقيمي ولكن تؤثر الضلال. وكم من فتاة تقول لأمها يا أمي اتبعي هدي الله ورسوله، تأبى إلا أن تكون من أهل الضلال. إن النفس تقف خاشعة خاضعة لربها عندما تسمع قول الله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قالت تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال تعالى وبعد أن أهلك الله الأرض من عليها بهذا الطوفان العظيم الذي لا يشبهه طوفان فقد أغرق الأرض كلها، وقال العلماء إن هذا الطوفان عتى على الخزان. ومعنى قولهم عتى على الخزان أنهما من قطرة ماء تنزل من السماء إلا وتنزل بحساب والملائكة تحسبها، لكن هذا الطوفان كان من عند الله عظيما هائلا ما استطاعت الملائكة أن تحصره. قالوا هذا في الطوفان وفي الريح التي أرسلت على قوم عاد عند قوله ريح صرصر عاتية، قيل عتت على الخزان، وقالوا وكذا الطوفان عتى على الخزان. قال تعالى وبعد أن أهلك الله الأرض ومن عليها، وبكلمة كن يكون الأمر كما يريده الله، وربنا لا مثنوية عنده في الأمر والنهي، أعني أنه إذا قال لشيء كن سيكون، ما يحتاج إلى أن يكرر الأمر لشخص لحدث حتى يكون، إنما أمره إذا قال إذا أراد أمرا أن يقول له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قيل نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، في الحال تحولت النار المحرقة إلى برد وسلام. وهنا قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ابلعي كل الماء الذي عليك، يا سماء توقفي، في الحال ما في هناك تأخر لحظة، يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، ليدرك ذلك كل مسلم، ليدرك ذلك كل مسلم أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يكون كما يريده الله لا كما يريده البشر.
في لحظة واحدة تتبدل كل الأحوال، تتغير كل الأمور في أقل من ثانية. يا أرض ابلعي ماءك تبلع الماء، يا سماء توقفي تتوقف، أقلعي يا سماء تقلع السماء على الإمطار. فلا يأس إذن من رحمة الله، لا يأس إذن من رحمة الله. صدق الله إذ قال عن نفسه: كل يوم هو في شأن، يعز هذا ويذل هذا، يعافي المبتلى يبتلي معافى، يغني هذا يفقر هذا، يحول هذا عن منصبه يأتي بآخر ذي منصب. الحياة مطمئنة لشخص غدا تتقلب، الحياة متقلبة لشخص غدا تستقر. فعال لما يريد، غالب على أمره. أعرفوا ربكم يا أهل الإسلام، أعرفوا ربكم لا تجهلوه، إنه ما من حدث يحدث إلا بإذن الله. لا ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلا يكن ثم أمر إلا بإذن الله. أعرفوا ربكم يا أهل الإسلام، ما من حدث يحدث إلا بإذن الله، ولن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. لقد قال الغلام الصغير المذكور في قصة الأخدود، قال للملك: أعلم أنك لست بقاتلي، لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. طفل يقول للملك، والملك يحاول مرات، يرسله مع قوم يلقوه من سفح جبل، يرجف الجبل يسلمه الله ويهلكون، يرسله إلى وسط البحر في قرقور تلعب بهم الأمواج يغرقوا جميعا ويسلمه الله. هكذا الأمور تحصل معه، إلى أن قال له الصبي الصغير: أيها الملك، إنك لست بقاتلي، لا تحاول حتى تفعل ما أمرك به. تأخذ سهما من كنانتي وتقول ترميني قائلا: لا بد أن تقول بسم الله رب الغلام، لم تصيبني إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام. وهذا شيء يناقض مذهب الملك تمام المناقضة، فالملك يدعي أنه الرب الأعلى، ولكن فعل ما أمره الغلام حتى يتخلص من الغلام. فقال بسم الله رب الغلام، قتل الغلام، فآمن الناس كلهم أجمعون، آمن الحضور، قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. قيل للملك: قد وقع ما كنت تحذر، قد وقع ما كنت تحذر. الشاهد أن الأمر كله لله. صدق الله إذ قال: وأن إلى ربك المنتهى. فالمنتهى في الأحداث كلها إلى الله سبحانه وتعالى، أمره هو النافذ، كما قال: والله غالب على أمره، على أمر نفسه، يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره، يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم ما أمر به في شأن يوسف وفي شأن موسى في كل الشؤون. الله غالب على أمره. فإذا كان ذلك كذلك، والحمد لله هو كذلك، والحمد لله هو كذلك، ونقر بذلك ونوقن به أن الله هو الكبير والقوي، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلنعتصم به. قال جل ذكره: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا ذل إلا لله، ولا استكانة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا إخبات إلا لرب العالمين عز وجل. انتبهوا يا أهل الإسلام لدينكم، واعرفوا من تعبدون، إنكم تعبدون ربا كبيرا، إلها قديرا، على كل شيء قدير، فعال لما يريد. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء
اختفى داخل الأرض واستوت على الجودي، استقرت السفينة على جبل الجودي، قيل هو جبل بالهند وقيل غير ذلك، وقيل بعدا للقوم الظالمين، هلاكا ثم هلاكا للقوم الظالمين. قال فريق من أهل العلم إن أثر هذه السفينة بقيت حتى رآها الصدر الأول من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد تركناها آية، أي تركناها باقية آية كذلك نجزي من شكر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من متعظ يرى سفينة نوح التي أبقاها الله إلى أن رآها الصدر الأول من هذه الأمة. قال تعالى ولقد تركناها آية دلالة على إنجائنا لعبادنا المؤمنين وإهلاكنا لأهل الكفر أجمعين. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين. يا أهل الإسلام لا تغفلوا عن ربكم، لا تنسوا ربكم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوهم أنفسهم. نقتنع تماما ونشهدك يا ربي على يقيننا بذلك، ونسألك المزيد أن الأمر أمرك، وأن القول قولك، وأنك فعال لما تريد. لا ضال لمن هديت، ولا هادي لمن أضللت، ولن يصاب أحد بضر إلا إذا أردت له ذلك، ولن ينكشف الضر إلا إذا كشفته من عندك يا ربي. أيقن بقولك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد وإن قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا ربي لا تجعلنا غافلين عن هذا، بل ذكرنا دائما وأبدا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا. ذكرنا يا ربي دائما وأبدا بقولك يا ربي ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فالأمر كله لله والمنتهى كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال وأن إلى ربك المنتهى هذا. ونسألك يا ربي أن تمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، وأن تثبتنا على دينك القيم الحنيف، وأن تنور أبصارنا بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.